النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة للإنسانية جمعا، بل هو الرحمة لكل هذا الوجود والبشرية، وليس للإنسانية فحسب، وإنما كل شيء في هذا الوجود. فتعليماته وحكمته وشريعته السمحاء خير رحمة لهذه البشرية والمجتمعات. غير أننا سنركز اليوم على موضوع مهم جدا، وهو تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع مختلف الأطياف والأجناس والاتجاهات. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مختلف أصحاب الديانات كاليهود والنصارى وبعض الملحدين ممن ينكر وجود الحق تعالى أو يشرك به، وكذلك تعامل مع المؤمنين المخلصين الذين يتوقون لكل كلمة يتفوه بها ليسترشدوا بها في حياتهم. تعامله مع مختلف الأطياف بخلق عظيم، بسعة صدر واحترام وإنسانية كبيرتين، بغض النظر عن توجه هذا الشخص أو انتمائه أو معتقداته أو ما يحمله من فكر، فالإنسان لديه صلى الله عليه وسلم محترم كريم. معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه، حيث كانت مواقفه إنسانية وكانت ذات خلق وسماحة كبيرين، حيث كان المنافقون يسبون ويشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقابل الإساءة بالإساءة بل قابلها بالإحسان. ومن مواقفه المتسامحة نذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السام عليك. ففطنت عائشة إليهم فقالت لهم: عليكم السام واللعنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ومن مواقفه أيضا وهو حيث كان هناك يهودي يرمي القمامة أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرض يوما ما، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أنه كان مريضا كما ظن، لطفه بالكلام واطمأن عليه وهذا ما يدل على نبل في الأخلاق وسمو في النفس. وكان نتيجة هذه الزيارة هو اعتناق هذا اليهودي للإسلام وقوله الشهادة. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أراد قتله جانب إنساني مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائدا سياسيا وهو حاكما، والقائد قد يساء إليه وقد أساء بعض المنافقين إليه، فبعد رجوعه من غزوة تبوك أرادوا قتله، حيث خططوا مخططا محكما عندما كان يمتطي ناقته، فدحرج المنافقون الذباب لكي يسقط الرسول صلى الله عليه وسلم ويتاح لهم قتله، فدحرج هذا الذباب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناقته بالتماسك، وعرف أولئك المنافقين واحدا واحدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم فغفر لهم لكونهم جزءا من المجتمع، ولن يؤخذ المجتمع على جزء من بعض المنافقين، حيث لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم التعميم بهذه الفئة على كل المجتمع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بن اليمان بهم، وهذا موقف قل ما نجده في عصرنا الراهن. أيها الأحبة، ولقد جاء في سير الصحابة والتابعين وسلف الصالحين ما يدل على صدق توبتهم وصدق
توبته من الله عز وجل. فمن الماضي والصدر الزاهر من عصر النبوة، أذكر لكم قصة امرأة زنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلسعها حر المعصية وألمها حر كبير وأقلقها حر الفاحشة، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فطهرني. عجبا لها ولشأنها ولأمرها، تعلم أنها جاءت وهي محصنة حدها الرجم بالحجارة حتى الموت. جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إنني حبلى من الزنا فطهرني. فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم بوجهه يمنة فعادت إليه، فالتفت يسرة فعادت إليه حتى الرابعة، فقال: اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك. فذهبت، فلما أن تمت حمله فصاله عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فانصرفت عني وقلت: اذهبي حتى تضعي حملك، وها أنا وضعته، وهذا هو بين يديك، أقم حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي حولين كاملين. فذهبت فرضعت حولين كاملين ولحرارة المعصية. هذا مثال إنساني من الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، فبعد أن حملت به وأرضعته قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يكفل هذا اليتيم؟ وأشار بالسبابة اليمنى: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وبعد أن كفله أقيم عليها الحد، وذهبت هذه المرأة إلى ربها صادقة طاهرة، ومثال على إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البشر. أعتقد أنه أفضل رد على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يستطيع أن يعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، طبعا بأهم الأعمال التي قام بها، بتاريخه وبأخلاقه وخصاله. أيضا هناك طبعا طرق أخرى كوسائل التواصل الاجتماعي كاليوتيوب والفيسبوك، نستطيع من خلالها التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق إنتاج أفلام قصيرة مثلا، إنتاج وثائقي. هناك عدة الطرق نستطيع الرد بها على هذا الفيلم المسيء والاستفزاز. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية ذات أثر حضاري وإنساني على الأمة الإسلامية عموما والعالم أجمع. يجب علينا أن نقتدي برسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته النبوية الشريفة وباتباع أخلاقه وخصاله. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى أن نكون قد عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهم مواقفه الإنسانية.